أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لنهار اليوم. غادي تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح قرب المناطق الساحلية الوسطى مصحوبة ببعض القطرات المطرية في بعض مناطق مع كتل ضبابية قرب سواحل شمالية في بداية صباح وليلة القادمة. غادي نلاحظوا تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية وعواصف رعدية خلال الظهيرة والمساء فوق مرتفعات الأطلس ومرتفعات الريف إضافة إلى السفوح الجنوبية شرقية وشرق البلاد. عدا ذلك غادي تبقى السماء صافية إلى قليلة سحب بباقي ربوع المملكة. درجات الحرارة الدنيا غادي تتراوح بين 2 و 3 درجات بالمرتفعات وشرق البلاد وما بين 9 و 12 درجة بسهول الداخلية وغادي تكون في حدود 12 إلى 16 درجة بالقرب من السواحل، فيما غادي تكون درجة الحرارة خلال النهار ما بين 15 و 20 درجة بالمرتفعات وشرق البلاد وما بين 21 إلى 25 درجة بسواحل المحيط الأطلسي وما بين 25 و 29 درجة بسهول الداخلية والأقاليم الصحراوية. البحر غادي يكون هادئ الى قليل هيجان بالمتوسط وقليل هيجان الى هائج بالبغاز وقليل هيجان بالاطلس شمال اسفي وقليل هيجان الى هائج بالجنوب. نهايه النشره الجويه، كنشكر لكم طيب المتابعه، بدايه اسبوع موفق في امان الله.